أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: فضل الزوج المقسط والصابر على الزوجة. فصل كم حوق تنيا هاي فضلك أولي هاي لما نهى أمنك عادلك قرصورك له أي فضل الزوج زوجك إيا ننك فضلك أولي هاي زوجك المقصد إحاسك سأو قرصوري إيا والصابر متك أتكيسني فضلك أولي هاي على زوجتي حاسك سأكو سبري لبك ذاكو أتكيسني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال وحولي عبد الله قال وحولي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين كوا قرصور عدالة سمية عند الله ألا أكتبي أهادين مالين تقيام على منابر منابر كراس كركيد بي أهادين منابر تاسو من نور افتين إيه النور لقسمي عن يمين الرحمن منابر تاسو عن يمين الرحمن الله أن حريست بذن مذك تيساء هذا عز وجل نبي حلو وكلتا يديه إلهي لبدي سقع موت لبضبا يمين ومذك ما دام النبي لكراس تاسي وحي يلان الله الرحمن كدنكي سمدي يا وحا لغي يابا اني ددك فهمان يعني ان الهي غعن بيدخ بوليه هيو اصلنا وحا وي غعنت ميديه بيدخ ميدغتا اود بدن اذا هدي بيدخ لا شيغو تي وحا لا سوريسنيا اني حق اود يا قبشده اي ميدغتا كضعيفسنت كتاغ درنتهي إلهي تبارك وتعالى أن النقص أوضن وكان زعيا بجماع أهل العلم نبي مركا سيء ضدك وقو براريتيو أيوحي لإلهي اللبدي سقع مضبا أود إليه نبي حلو وامدك وحبي له تقدر مجرتو أصل مركا إلهي إن لوصو الله بقع مضنا خلاف كمجر بين أهل السنة والجماعة لبدي سقع منا حق أود إيه قبشدة إيه قدرة إني كسمي يهين وإلهي لبقع مضو كلا أود بدن الله سجن واكسمي يهين لكن حق السفادية تلمامت لبقع مضو إلهي مد إن مدق لغو تلمام خلاف كما تقن لكن ما سجن يهي أما ما لغو السفين كرا لبقع مضو من مدق تا من بدح رواية مسلم هدان فيرنو الإمام مسلم في صحيح وحا كتمت رواية أورنجري إلهي مالنت قيام عررك أيو دوبة يا مركاس وحقوق قوانيا قعنتي سمدك حضنا دولال كيبو دوبة يا وحقوق قوانيا قعنتي سمدك مركاس وحولي هاي أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون حدي مركا لفظي الشمال حديثك كويمت أصغناده إذن من حيث الصفة والغت المامي كرا ما هاي اللي ليه إلهي قعان بدي حاجرتو ميدا ميدي كتا يرسدا تينا حاشاه جل جلاله لكن تلمام تأون وهي هاد إنك إلهي وحي نؤسقنا مقل لكن وحي نؤقنا إلهي مقل كيسية كيانس كميدما حيكا سميهين حقا مقعا بس إيه تلمام مركا صفات مركا اما تلمامت بدح ما لصقي مسألة مسألة ومسألة خلافية بين أهل العلم السلف كيباس وخلافي نجحت اما وقارنو كتبتا ديكو قرين السقين والرواية دا مسلم باكتو داك السقين قارنو واحد ان رواية دا مسلم بهذا اللفظ ان إله الشمال لغو الشيقة واشات من السقنا لغو من تلمام كردن إله وانا نجح سيدي لحب بغان حديبا مر صفات خلافه قالوا أصل كيدان التوهم نقص وكتشره إن لا تراني إلى قمنا حلوة بانية ما بيشربها أصلا
waayo sifaadka ilaahay ee qur'aanka u sugay iyo inta nabiga ka sugana khilaaf ka jirin baab ciida ka badan waxaa looga baahan yahay marka sifo la isku haysto salafkiiba isku haysteen dadka diidanna maaha ahlu bidac maaha mu'awwile iyo jahmiye iyo mucatile maaha waa a'immadii waaweyneedee salafka xataa kuwii mucaasiriinta ahaa qaar badan oo ka mid a waa diidan xadiiskaas orgii waaweynaaye ibnu baazi iyo sheekh albaani waa ku kala tageen marka wakilta yadayhi yamiinun sidaa in lagu wadaa fiican ilaahayna shimaal wax la dhahoan loo sugin oo laga tagay riwaayadaas nebigu wuxuu yidhi alladiina wahum usoo qadar marki wahum iyagu kuwa aan sheegayo ee aan ku tilmaamay dadka wax garsoora ee qiyaamada ku sugan manaabir lulu ah oo ilaahay dhinaciisa midig ku sugan nebigu wuxuu yidhi wahum iyagu alladiina waa kuwa yacdiluuna cadaalad iyo garsoor fala fii xukmihim xukunkooda waa hadday madax yihiin iyo wa ahliihim reerahooda iyo xaasaskooda iyo caruurtooda cadaalad iyo garsoor u sameeya iyo wamaa wax alla wixii waluu oo sidaa loo takfiifiyay laamka walluu lama odhanayo waluu ay tawalliyeenoo wilaayi iyo amar iyo nahyi ay ku leeyihiin waa kuwa cadaalad u sameeya maxaa soo geli markaa raciyadii oo dhan hadday madax yihiin gaalkooda iyo muslimkooda caruurtii iyo xaaskii iyo wixii la mid a halkanay soo geliyeen waa ahliihim iyo wixii ay dhammaan mulkiyeen oo addoommadii iyo wixii la mid a nebiga saasuu yidhi marka xadiidka marka zawjka muqsidka fadli uu leeyahy xaggee laga qaadanayaa nebigu wuxuu yidhi waa ahliihim halkaa maxaa laga fahmay ninka cadaalad u sameeya xaaskiisa ama xaasaskiisa in uu fadligaa helaya maalinta qiyaamo manaabirta nuurka lagu fadhiisin doono وعن وحل قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحولي إن المقصدين كوا قرصورة في الدنيا الدنيا ذا دحدة كوا قرصورة وح كسد أو قرصورة حاسكي أمضي وهذه مدحيهين رعيدي كلي على منابر من لؤلؤ منابر لؤلؤ لغا سميه النبي لكور كوضي كسوغي كراس يا منابر لغا سميه لول ayay dusha kaga fadhiyaanay ku sugan yihiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaam manaabirtaasoo bayna yaday araxmaani allaha naxariista badan hortiisa ahaaday isma diidayaan riwaayadii hore iyo middan yacnii ilaahay hortiisay ahaadeen iyo midigtiisa wax kastoo ilaahay midigtiisa hortiisana waayi waayo ilaahay jihaadka makhluuqa ma kooban oo midig iyo bidix loo nisbeeyo oo intaa u dhexeeya xiyaska iyo taxayuskaasi ma jiro inkastoo aysan alfaanda noocaasa aysan salafku isticmaali jirin oo ay ka mid tahay yacnii min kalaamil odhan karo iska hadal la iska yidhi uun inta badan mutakallimiinta isticmaali jiray laakiin haddana sidaasay tahay alimaamu axaawi kitaabkiisan caqiida axaawiyada ah waa ku qori jiray hadalkii mashhuurka ee laa taxwiihi الجهات الست إلهي جهات كلحدة مخلوقة ما كوبان وأنا صح صح وهي إلهي السيد عبد الله المبارك السلف كسوغان وفوق عرشه بائن من خلقه جهات كلحدة أنا عرشه كسوكيان مخلوقة هذه مركة تذكر قاري هذا الكأوفهمين وكتابك الشرحي لا تحويه جهات الست yacni ilaahay fawqiyo iyo culugu looma sugi karo waa iska hadal mala yacni awa waa madaahibtay mareen weeye jahmiyada iyo muctazilada iyo ashaacirada in badan oo ka mid yahay siday mareen waa sidaas waana madhab wax daliilo weyn aan ku dhisnayn qaarkoodna shubha la martay qaarna waxaa la maray ictiqaad xumo iyo diin xumo yaa la gashay sidaa darteed marka bayna yaday araxmaan iyo riwaayadii hore isma diidayaan wax macno weyn uma dhexe maxay marka fadligaa ku heleen bu wuxuu nebigu yihi waa bimaa kii sababtii aqsatuu ay garsooreen fi dunyaa adduunyada dhexdeeda markay ku sugnaayeen waa garsoorkay sameeyeen bay ku helayaan waayo iyagoo awood uleya suldowle cadaalad darada iyo jawrka ayay ilaahay ka baqeen oo cadaalad sameeyeen marka waa masiyo gooni ah can abi hurayrata labada xadiis hore marka waa fasalka qaybta horeo fadlu zawji lmuqsiti والصابر على الزوجة وإن تنضم به
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال وحيد رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم لا يفرك يوسن نعن مؤمن نن مؤمن يوسن نعن مؤمنة قبض مؤمنة يذو لم يوسن اسكن نعن بس كده عاركين سبب رسولك يا الله معايا لي إن كريها هدو نعو منها يذا هدو كن نعو خلقا طبعت رقن اون نوع دونها النقضي رضي منها وكقرر للنقضة يا آخر متكلة متكلة وكقرر للنقضة جرتا ثلان هديتا مت وحوغو مدح أذك حلقية أبا إني تاي قبر شق بضن عرور كريم بضن مرتدة أفيا عن وذين تاذن متكلة كيلين إنو باريضة وحلقية أبا إني وحكارين تأي كل إيدتو حقاس كار ليس كطعي لكن هذا قبر مؤمنة وعبادة بضن وتربية الماء كفية عن حتى ميل هذا كنا على ميل كفية عن تأجرت النبي صلى الله عليه وسلم لكن علماء ذو حيك صور يبين خلقا قبر الله قلنا عيوان سن دين تدعي هذا تارك الصلاة تدعي أما بدأت اللسان قبته لعنت يا عيا في لقادة ولا فرع يا مرقس النبي كان أمرين لفرع صلى الله عليه وسلم ماها استدلال استنباط ماها وان نصوى النبي هالشيء نيكي النبي ويدي رسولك إلهي حاس كيغو وير عرب دير تاهي كور النبي وحيولي طلقة فر مركاسو النحاية وحيولي مايا ان عرور بايه يسايو مركاسو النبي ويدي واني هذا دي يقول الصو أرضي محاو كسابة يا بوك داي هنو مركا دا حل ويدي سيس كفر هذا دا نفوري كرمك وقص بايه سكا وان وانسو ساسو النبي ويدي صلى الله عليه وسلم علم مركا محايد اهين النبي حدي حل كلاو قران ايو sidoo inoogu amray in qalloocooda lagu sabro hadiisan ku arkay wuxuu dhii lahaa tii waa qalloocii uuna iska sabir nabi muusa dhina wuxuu iska soo jaray fur bimaana qalloocan idin faray dumarka in lagu sabro kamid ma aha diin xumada islaanta arku salaadada ama xogob lagu yaqaanay dhaqan xumo een ama arab xun wayda caayisa adiga ku caayisa المهدي أهل درس كي العنا ساقو سيريسا مايا تان سلام وكر حدان سكع صبر يدا سيدا آن تي ديب ماله ديب ماله هذا كوس صبر يسوع هذا عرب دير كي هذا كون هيسن نبي جا دي هو مايا إلا بلا فرع وده كم دي كرو كون هيسن سيدا هذا كوس صبر لكن لو وحيانا لو كوس صبره إيه هذا لو كوس صبرين حوجا ولا في عيمة مايا وحيانا لو كوس صبرين وعلماء ينتهم بده أو قال أم وحي للنبي وشك الراوي غيره أي رضي منها غيره وحاو كنا عوحانا هين أيوك تشعلانا يا وانا يعني كلام في محله صحوة لمسوا يهيليو قف دمرا ومير كحون إلا ملبكو في عيني هاي واحدة ميسرة نيكي الرادياني ساقع باللقوي أصلا مترو وعن واحد يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال وحي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم إن المرأة هوين يدو خلقت والله أبوري أصل كذهر وأمنا حواء من ضلع لف وحالق أبوري بن نبقوري من ضلع يعني وضلع لفان هل كنقول يا لمحاين فيد فيد وكا من ضلع لفق الله عذاب بمعنى فرد بسمان الله يا ساسو أصل كأرق ومعنى سلوك كذا صح لن تستقيم لك النبي حولي لن تستقيم توسميس لك أديك كوو توسميس على طريقة جد يا رأي الربيتان هذا دوك الربط بمعنى حضي ما أنت وركا أقمق شو صدى ربطان يشو بريوي شو استاك ميالي haddii maanta ka yeesho halkan ka guurno section 3 degno oo isku faraxdo aan doono ma guurno way ka diidisa dambe marka islaantan ima ma qasho sax ma aha sooni shalku ma qali marka ka soo guurayni jaamku ma aha oo sida moogday marka nabi wuxuu yiri lan tastaqima laka ala tariqatin hadaa u rabtini halji timetable inta u dajisid inay ka un kugu socoto nabi wuxuu yiri haa tagta kugu socon mayso maxay sameeyneysa دي مرنو ويكوسو عن مرنو ويكلاح مرنو ويكوسو عن مرنو ويكلاح رسول قحيري كأنما إن سؤال ويديوه دي حتى يصدع تبحاكو سمينا عملا نبي قحيري فإن استمتعت بها
حداد دمعده إنات كرا حيسته استمتعت واترا حيسا بها إيدا والحال بها إيدا وكسوغن يهي عوج قلوعي إيدا السيدة وقلوع دون باد حيسا ورشين كاللغو ديارين ايو إيقو شاقي تسن إيو سيدة لغو دقارين حداد كرا بتو سيدة مباد كويسا وإن ذهبت حداد ودقاقضو توقيمها أي حال كونك تقيمها هذه ربنا التوسيسة يعني كسرتها واتبني سابني بسلاة وفيد قفك هدوين توقع هذا وسيلورني ومحيوق الله ما نصف في عن رول كنتان لك التوسيو نبي حبيب صلى الله عليه وسلم واتبني سا وكسرها هوين إذا تبين تيدونا طلاقها فريتان كذا بمعنى هوين إذا سدع قال له عن بالله أبوري يضع توسن بلاهي أصل كما أبوري sida ma ku waysan bu nabi guri hada tirada iska haysan waa sidii la rabay waa sidoo guri ku dhaqma asal hada tirada maya ku waysan maya qaloocaas waa inay warkiigo dhan maqasho waa inay waxa weysan raba iyeesho waa sheekada hada la timaad bu nabi guri tii waxa way wad furaysan hal kale ma jiro marka tanad maanta dabeecad ku furtay tu galad guursatay taana tii tu ka daran baad ugu tagi wax la raga oo loo yaqaan fulan waa mitlaq waa nin furitaan badan ورئيس الله فريستا ولي يقول كل شيء ما هي أن إسلام سدى أوتوسن ما شرته بأسرة ميت كستوى حبوا كوسا فري تو هاد كوسا بريانا أنت إلا بكوها استا وما تي ورجو يسموه يا مركوا يا رجني ما أكرر لك لكن أصل ما يدي فريتان كوا نوع إسكان نرش كمدة وحل مشكلة شرتو شرع وحل أقدر قال الباب لجبه دوا لجبه ده لبض قف لبصدان لكن قبلها waxaa loo sheegayaa in iyo raga muuminiinta aba diin xumadu laysuuma sabro qabdhaha waa lawaaniin waxba loo sheegi kadaalika ninkana gabadhu ugu sabrimiso saxma wixii diin xuma ku saabsan waayo maslaxada la ilaalinayo wada jiritaanka ah waa maslaxa dunyowiya laakiin hadii labadooda midkood diintiisu dhaawac ku jiro nin heesaha dhageysta oo mufsida ama gabadhaantii heesiga dhageysanayso ilmaheediba tarbiyada ka halaynayso waa mufsado adduunya aakhirada labadiba dunida waxu dhameeyso marka halku wuxuu ku jiraa in meesha lagu kala tago waxa lagu jiraa hadii de raji iyo aysan jirin daacwad oo qofkan aadan daacwad iyo khayr iyo inaad soo jiidaa isku deen dadka quusata markaas waa sayti kartaa faslu ma jaa wuxuu yimid في من هاويني حكم كيت كويمت دعاها زوجها نين كيدو اوغييري الى فراشه فراش كيسي ميشو سيحاني او فمتنع عادس كديدي مره بتري عن طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت وحن مغلي نبي الله نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول له اذا دعا الرجل نينكو هدو اوير زوجته حاسكيس لحاجته باهدي سنة اوغييرو فلتجيبه النبي وحده ها أجيبته هايشو وإن كانت هباءها تو على التنوري فورنادا كور كيدا ميتكو صبال بير عن تيرابها دول فردد النبي صلى الله عليه وسلم عن تيري خبزي إيا فورناها فقعمها كوريه چرته وحيه يسو دان انت اسكاركتو أو بيرتنا دفكا كاقادو نين كيدا دنتي سي حاجيس هورمرس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال وحولي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل نكو هدو ويرد امرأته وحاسكيس إلى فراشه قوشي صنع ويرده وفأبت أيديده وفبات أوابريست ننكي حال كونه غضبان عليها مد يدو عريسا وياي سوكو عيل لبختي صنع وصيحه نبوح للعانتها هاوين ايدي وحا لعندا الملائكة ملائكة باللعنة ديسا حتى تصبح الملائكة وابريسة واغو كبريو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي معبود بان كل ارتب النبي نفسي أنيقا نفتيد بيدي قعنتي سيكسو قنطهي ما من رجل نين مجرو كاسو يدعو يري امرأته حاسكيسة إلى فراشها gogoshadii firaashkeedii ugu yeeraya oo fataaba ay ka diideysa calayhi isaga yaani fataaba ay diideysa weynaydi calayhi isaga ay ku diideysa ay cala daacwad yeeritaankiisa ay ku diideysa illa haday sida fasho k
كان الذي كي وحو أهانا يا في السماء يا حق سر كسوغا وملائكته ساخطا مد عريسا عليها كركيدا حتى يرضى عنها إلا الزوج كذي كرى للنغضة روايات كان لفضفا روايات هورا يتم بوحي عدينا يان ذنبيغا أيلادا هاي قفك دومركا هدي نين كيدو أييرو وقوشي سوية دوي ديدو هدي دوني حايدها النغضة عذر دار ما حايدكو أصلا حيث كح عذر داري هو مانع وياه قلمين لسمي، لكن نين كهجين هتجوش كل سنة حتى، هدو كوي يروك دالك إن صوص سحنا عادي يشوا وواجبوا. محامرك هورستاني كرا ده حانون مزمنة، قبل هذي مثلاً فلان بيو كحرن طايبة، سن كعي كرين، أما يسان رغاق كرين يبجوش كور كده قال قلنا يسوا، هدو نين كمرك هدمعين وحكر رأسوي جديد دم بماله. حدي الصوم فرض صومنتا وينو يمن دونتا ايدنا اما ميد قدو خيلغو عريريها وما المير رمضان كدمن ياهينا يدنا ما ييليسو لكن وحيابها وحاس ادق انا هين حنون اسك فدود ايو عادن قبا ايو ونعتي سنه هي ايو شيكه برلي وي مدا مره ور سوانيا ما واي النبي عائشه يدو عاده قبتو النبي او ييرن جيري مركز النبي قرن جري هوسغنتي سوق هذا يدي ام سلم كلهم النبي ولا سيحان جرين بل ور نين كوينو ديدا حاسكيسو عاده قبتين ولا سخن ودق يهوديت ايدو اني ديدا نين كيدنا وابن ملائك باب لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ان علماء وحيد هذين حضر النبي فقيدو فبات غضبانا عليها وحيدن قيد كاسي هو قيد معنى سمينا يو حدي نينكو حاسكيس انتو قوشا وقويرا اي كعذر دارتو او سن واحد في سون وارك او دانا وادقوات كيسا عاو اسكسح سون عاري سنين لعنا داسك مرد عيسير دان علماء دا حاسك وايو واحق استقو اولي هاي حدي اسكعفيو اما او سن بكحانا قيمبا او سن واح عقددي عراكو سياحانين ملايكتو ما لعنا ديسا مركا قبردا لكن النبي وقار ما قبر دمر كي ملاهيت ولا عنده سوى مر كنك يا أوبان تي ديدو هذا نو كحمة هذا يسقى عن أحسن وسعد مر كاسي ملاهيت ولا عنده سافدي لكن هؤلاء كح علم هذا وديان أوكي أنا والله قرتي هذا نك ينتو نو يران ديدو ملاهيت الله عنده سوما ها ويسقى هذا نو يدو يديدنه أذكي كور يسقى لفتي زادي لقبته وليد هذا وربل كالي oo u yidhaahdaan hawl baan ku jiraa iyo wardi baa iga kale meel uu joogan dhameystiraya soo Soomaaliyeed ma lacnadeeyso su'aalahaas aan weyn goor ma aqoon gabdhaha yarka smart smart ka yada adduunki fahmay imaadiga bartay su'aalaha kale oo dhan wadaadadan dhan walba iyaga anaga suulka noo raacinaya aan midan wax walba iyaga baa isku wada culimadu waxay yidhaahdeen qaar waa ka af goobabsadeen waxay dhahayn een horta asal waxay dhahayn xaqqa nabigu leey malaa'ik baa lacnadeysa nin uu nabigu ma hadlinay labadaba wada hadlay dhayn oo sidee ku dhici kartaa waxay dhahayn culimadu asal marka laga hadlayo qariisada jinsiga marka la dhaho waxay dhahayn horta waxa wax raadsada waa ninka cidda wax diidana waa qofka la raadsanaya madama asal ninku uu soo wax raadsada muxuu diida badan wax diidadu waxay ku badan kartaa qofka inta badan wax diidi kara oo waa dumarka waa mid labaad labada jinsi baahidoodu midna waa adkeysan kara waa qarsan kara midna waxa ma qarsan kara waa fashilan yahay waa ninka ninku waxa ma qarsado laakiin gabdhuhu waxa laga yaabaa iyagoo baahan inay wax iska qarsadaan xishoodka Ilaahay ku abuuray sababti waxay kala culimadu yiraahdeen waxa ninka nabigu lacnad uga leexiyay بدنا قبضوا ومحل الحرثي أما جنسي مركز هاو ديار سناتو جوجل أما يسنو ديار سناني لي حدي نيكوس كجية لو إسك ديار نقن لكن نيكو أينو ربيتان تيرة ديني سك لنا ربيتان بتشيرنو كونفيوزي بلايو كفرنت هاي والله جي يا بني بلايي دث بناك إسكو صلاين دي وحوم مش خيريو حسون أي بتشير دي marka yeeritaankan waa xiraaj iyo insoon la dhib gelinay mar isaga hadiisan shaawadiisiiba aysan istaarmaynin asuunay ma jiraan culimadu laakiin gabadhu iyada mar walba iyadoo xataa maskaxdeedu waxa ku jiraa haduu sagayeedho
shaqada markay iska bilaabato iyaduna hawsha iska qabsan adigu wax badan bay culimadu u qeyl bixiyeen wadaadaha qaarna way ku adkeen ragga waxay dhayn isagana malaa'igta lacnadaysa duu diido san cudur daarna jirin haday gabadhii ku yeerato laba loo kala qaadi madhuruufi cudur daar ba jira ku diida inaad google ba sameeyso ha tii iyada loogu ogolaaday xaydkeed lama tahay wax ku lacnadaa ma jiro maya ana iska diidan ba maxay ugu yeeran aniga islaanta iyo kibir ba kugu jiray soo ma tii malaa'igta ku lacnadaa saadigana sabab waa in nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam la darara wala dirara illa isdaba lama ogola waashiruhunna bil ma'ruf walirrijali hawjida walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf haq bay gabadhu kugu leedahay hadayba iyadii ku soo baahantay qariisadeeda wax ka ciiba inaa iska soo jarta maya markaagana tiraahda lacanata malaa'ikatu la soo ordo wax ka dhigisan ma jiro warkaas culimada qaar casriga joogaaday oo adkeen waxay yiraahdeen asal nusuustu hadii rag lagula khitaabana gabdhuhu way soo galaan hadii dumar lagula khitaabana ragu way soo galaan illa wixii daliil ka saara maahan halkaas ay mareen waana qaacida usuliya sida darteed wax ka saaray ninkii lama haye dheen meeshan marka waa soo gal lacnada guud een nusuustan waxay ku xumbaareen min baabil qaalib oo inta badan waxay dheheen waxyaalaha waciidka qaar iyo wacdiga qaar iyadoo ummadu u simantahay rag iyo dumar baa qaar wax lagu sii adkeeyay tusaale ahaan waalidkii waalidka marka laga hadlay yaa wax lagu adkeeyay ixsaan inuu sameeyo ma ilmaha mise aabaha iyo hooyada ixsaanka yaa lagu adkeeyay waalidka ilaahay maxaa quraanka iyo sunnada maxaa ka buuxa birrul waalidiin soo ma haye birrul awlaad ahwe haye birrul awlaad waa ghariisa waayabe uma baahna in la isku booriyo aabaha iyo hooyadu ilmahood in ixsaan u sameeyaan iyaga iska day xayawaankii ku abuurantahay soo ma laakiin ilmuhu inuu waalidkii ku gacanseero dhaho waxba ima sheegaysid waa arrin iska iman karta marka waxa dhahay culimadu waalidka xaqiisa in badan lagu celceliyay waayo xaqa waalidka waxaan lagu celcelinaynin waa iska dabiici hooyo ma jirtay aabe ilmihiisa intuu wax cuno isagoo baahan seexan ama isagoo intuu dhaxan seexiyo ilmihiisa isagoo meel hawsa geli ama ilmihiisa oo xanuunsan isagu ladan ma jirto waa sidaas oo kale dheen xaqa rag iyo dumarko baahida raggay ku badan tahay jinsigu dumarkay ku badan tahay diidida saasuu nabigu waadkay wa bilcagsi gabadhana waa loola hadlay ninkii wax waa tii un waalidkii waalidka dheheen labaduba uu qabanayaa iskaga soco masalada marka waxaa ugu noqnoqday dhallinyaradan dambe dumarka soo celceliya soo celiyaan niman badan oo mustashriqiin iyo shayaadiin inay ka faa'iideystaan waxay dheheen shareecadan waa shareeca ragga loogu talagalay sideedaba dumarka hangool bay ku haysaan waana qalad wabinow iman doontaaba nabigu sallallahu calayhi wasallam siduu adkeeyay dumarka xaqooda faslun ma jaa wuxuu yimid fii sawmi lmar'ati haweeneyda soonkeeda soonka xukunkiisa ku yimid iyo wahibatihaa waxbixinteeda xukunkiisa min ghayri idni zawjiha ninkeeda ogolaanshihiisa la'aantii ay soonto amay waxbixiso عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحولي لا يحل حلال ماءها للمرأة هوين إذا أمبنانو حلال ماءها أن تصوم إني صونتو والحال زوجها ننكدين شاهد مدقوب چوغ أويهي وما قال دي ديغان كيولا چوغ إلا بإذن يساق وقلان شيء سماها صونك سعلمة حيدهين وصونك أن واجب كاهين وحي كسو ريبان رمضان رمضان نين لو يدين ما يقبل ويسوميس كذلك صونكو هدو قضي هاي زبن كيسان او عريري هاي او حلي قبل ويكو قضي سيسان هيلي كرنو انتا كبادن رمضان انتا كدبن ايضا وذات كدبن سن ميس لكن رمضان بان قضينا يا حل دير نوهي سطا اذا بمركة او بانت ويحين اوقنا امنا عائشة اني تيري رمضان با ايسو شعبان با اي ايمان ترتي anigoo soon qadaan laygu leeyahay markii de sababka culimada la baareen waxay dhahayn waxay ku mashquulsanayd xaqqa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay diidanayd in ay isku soo aadaan iyada sooman iyo nabiga oo baahi dan kale markaas ay ka sideedaba way joojisay maxay sameysay xilliga oo ugu yar rabadaan markay ka dhimantahay
سلام قبادة تدوب بريو صان وقذال يقولي هاي مركي شعمان لبي لواتن مري سيزون قبل لابس أنا مصدق حلوات مركا وحي كدم بينك وادور لو كوب بانه هذا يكون طالع وهاي صان كان ميل كلون جي مجرو وأنا نت صوبا فرض عيوة لكن براهن دحان إسك سومي أو تيم هذا سومي صان كاني ما بعها فوري ماه تراخي إلا شعمان بسومي كرتاني إسك سو وسومي كرتا لكن أضيق وشك أرسلك قضاءا بالله يا الله سعده إلا بإذن سوى قلان شيء سمين ولا تأذن أمه قلان كرت في بيته قري سنة إلا بإذن سوى قلان شيء سمين ولا تأذن ما إذن تو ما قلاته إذن أمه قلات في بيته أي في دخول بيته قري سنة سوى شام سوى قلو إلا بإذن سوى قلان شيء سمين رق يدمر بقري إذا مسوا قلين كرت سوى قلان شيء سبحانه لكن علماء الحيدة هذين وهذاي قبضوا درين سنتاي نمكوا إنه سن أو جلين إنه عز جريه كتير ما دو لكن هذا أضيق أو جريه هاي قبض درس كهديه صاحي بدأ ديه قرأ بدأ إيو إنه يصاب وقام كران محارم تهدي يدب ملاي إذا ما بعنا مركز إذا نو بعنت متشرو وعي سجى وقام أركي دنا كملاي لكن هذا وجهي سكدر أنت عليه سيا حناق إيو ضد كان محيا هين هذا بال dibaatada hada guriga waxa uu burburaa in badan oo kamida aayiladeedii reerkayga seedu diidi kartaa reerkanaga ayaa seedu diidi kartaa maana dhexe gar aan galnay waxay isku yeesheen laba dhalinyaro reerki gabadha saaxiibadeed iyo walaaladeed ba yaa wuxuu yiri waxay joogeen guriga 4 saac oo ebeenimo hadaan dhaho na dadkan may naga danaystaan seexanayna وما هو يجي يسن ميسوستي سلان تاخذ نوى هالدن تاي لكن هالدنكن لكن جريزي ساسكالي سكتا هابيني مالين هدوء ايلكا كمسوكيكا دي اشو مركز انا قون دي ميدنشر افسنشر نيحترم حمص اونيا مركز غبروه و هو سن نينكو او غالين و اني سنكوكا سبين شرعهم هو هندي شرع وحي أديدي ماشان هدين نينك وركيز اللي مقلي وهي وحصوعن ماي والوك لتقيا مركز شرع وحي إلى لنا يا وحكستو قري يندميكرا وحكستو قري يندميكرا إلى لي إذا قري يندميكرا صادرتت إن حتى علماء قاري إلى ميل فوق أرنتا قارسيا ميل فوق انكسر وما أنفقت وحي بحساب نبيل وما وحي أنفقت أي بحيصو ومن نفقة وحون وحلا بحياء شلين هان نغضي عن غير أمره إساقا أمر كيسا لأنتين يكون بحيسا أمر كاسا واكي ورانسوا أمره وأمر عضو الصريحة معرفئة لكن قبضوا مركز سيقود إذن وكيسا توضيق وحلا بحين كرو لكن شيئا إن لبحيو أمر خاصة كما هي سطو أما عرفا شيئا لما بحيو نبو حلو واحد نوع عاسا بحيسو فإنه شيئا سيؤدى والا قدا إليه إنك يسجى حقي سال لو جدا شنقره نسكي بمعنى ثوابك سوا أج شيء ويبح صيد وذات كان إذا خاصة كما يسنن لكن إذا عامه يستي إلى حبحين كرتو نبي وحدي وحاي بحسي أجري يسن نسكي بنكله نسكي بوله الإمام الخطابي هذا كان معنى أذك بكون باروحه فإنه يؤدى إليه شطر وحوي وحا يسجى قيمه سن نسكي سي سلامته بحنيس halkaas soo soo la maray laakiin culimadu istaqrab waa waxay dhahaan war aad u fog war gariib jiddan ya ayuu war goobnimada ka fog weey ina haaskaaga intay ku tiraa 200 baan bixiyay 200 shin halka dhig laga fiican yahay ya marka sida saxda waxa weey waxba gabadha lagama magdhabayo laakiin wixii ay bixisay hadaad marba yar dhibsatay nebi wuxuu leeyahay wixii ay bixisay ajrigiisa wada heli mayse أجر يبا ليدين كلا قيمين وقيب آخر هذا الوسيلة وكوهن شضع ير يالغر يالقلنية إذن عن غير أمري إن لقوحن بارو أمر كيس الصريحة معرفية حديث كنورتا وحينو كسو شرحني مركي إنو كسو هذين بابكي نفقاتكي وحيالهاس حديث كصدح بقول سقاشن يالبو قف كان كتاب كورولو سعين مركي شرحي نازور دقيستو حلقا سان سلاذن أد أغسو هذا
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز نبوح لله يجوز مبنار لامرأة هوين ومبنان عطية وحبيحن أي حولها ننكذا وحكبحيسو إلا بإذن زوجها ننكذا إذن كيسيو قلن شي سمعان صح دي حديث كرقوح مبارو إشكال ملوه كيا دين سومري نوكري لكن علماء قاربوا حكوفة سرين لا يجوز لامرأة هوين ومبنان عطية بحن حولها دي وحكبحيسو يضو أي ليضها إلا بإذن زوجها وسيكود عكر توركاس حديثك سوص عدين وقالنا وعنه وحل قولي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حولي لا يجوز مبنان لامرأة هوين ومبنان أمر تلو يا أرن في مالها حول هذا لحد هذا أي كيالة ومبنان إذا قرتي مالك أو يشو زوجها ننك عصمتها حرق هذا مركو يشو xoolo heedina ay talo ku yeelato ama wax ka bixisuma banana culimadu waxay yiraahdeen warkii hore warkan isku soo qabo haweenay xoolaheeda iyada u khaaska ah inay wax ka bixiso uma banaano illa bi idni zawjiha waxa laga wada wa min baabil adabi wa husnil muashara bas haaran laga wado waxa laga wada inay xoogo ninka yar ixtiraamto muasharada iyo dhaqankun wanaajiso tusaale ahaan lacag bay ninkiyo xaasku meel ku wada urursanayeen akoon waa sa idin fansiyan soo dhaweeyo lacag waxa akoonki inoogu jirtaan ka soo qaadno 2 milyan gabadhu waxay ku leedahay 2 milyan 500 kun yaa iskale 500 soo yidu mara yaa iskale ma ka kar meesh ka gantay walaalkeed baa siin kara abeed baa siin kara een gabdha saaxiibadeeda siin kara aad cidiisiisa muhiim ma laakiin yada mulkigeeda iskale akoon been idin ku jir shantadii boqol intay qaadatay iyo hooyada farta ka saartay waxa bixin da maharan ba ma yaharan ba saxwa iyada xoola iska leh laakiin ninkii muxuu dareemayaa xoogo ninkii soomaayir dareemayaa meesha in aan isku naxaynin ya hadii gabadhu dhigi kartaa xoolahan iska leh hebel maxaa ka galay laakiin meesha waxa imanaya waja cabuus iyo xoogo dad aan isku yar fiicnayn sooma wa min baabil adab in un laga adabsada ninkoolo dhowalaalo duruftana timida xoolahi waan bixinayaa ila socdo laakiin gabadhu inay xoolaha iyadu ay leedahay bixin karto yaani arinta u banaantahay nusuusta ku timida waliba sariixa ku ah wa akthar min adillatin dalil atama tobanan yaani ha tirin karaba xaasaskiisa nabi sallallahu alayhi wasallam ya wax gadan jiray isagoo nool umna aisha waati kitaabadii mukaatabada la sameeyay qoladii ay nabiga ay u shardiin jireen walaha gabadha soo ma garanaysan nabiga u sheegay jirtee nabigu ka xanaaqay waxa lamida juwayriya meed misa maymuna bintul harith labada midkood iyadana adoon ilaahay bay xoreysay nabiga u sheegtay markay xoreysay kadib waxaaba ka sii cad midka xadiiskii ku yaala fi sahih ee gabdhii nabiga markuu dadka wacdiyay ee intu gabdhaha u taysi goono wacdiye oo sadaqada ku waaniyay oo Bilal marad uu la dhaxmaray dhagdhagooday sadaqaysan iyo soo seegrama jirin iyadana ragooda xama waydiinin nabigana Muuse dhin aha ragoorta waydiya ma dhin waxay ku rideen meesha nabiga Bilal ba qaaday wala la tagay marka culimadu waxay dhayn waxay gabadhu iyadu leedahay ee xoole ee hantiyad ku guursatay ama ay intad guursateen iyadu soo galay isku waafaqsan iyadu leedahay way la bixi kartaa si rabtay inay keyeli kartaa in xuna ka waydiin mise laakiin waxa iska fiican si cishrada iyo dhaqan wanaaga loo ilaaliyo ila nadiga boodayga wax badan baad ka qaadataa oo xaq ugu lahayn in iska ogeysiiso bas day min dimid ku taag noqoto laakiin day waxa laga yaabaa isaguna wax badan ku siin jiro wanaag inuu ku dhaho day adiga xoolaha kala bax kugu adkayo kaso عن أبي أمامة البهلية رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفق مبحث امرأة هويني شيئا وح مبحثه من بيت زوجها ننكذا قرقي سنك مبحثه إلا بإذن زوجها حاس كذية أضيق ذا أقلانشيه سماها قيل وحل يا رسول الله ولا الطعام من راشنك حتى قال وحل النبي عليه الصلاة والسلام ذاك كانت كل واغذين ayaba afdalu amwalina wa xaq gacantayada ku jiray xoolo noo kaasa ugu fadli badan maxaanaysanaba
raashinka waxa inta kaliya guriyaha yaashuu nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam marka hatta raashinku ka wada hatta raashinka aday bixinayso waa in ninkeed idan weydiisato faslun at-tawfiqu iswaan fajinta bayna nahyihi sallallahu alayhi wasallam an tunfiqa al-mar'atu min bayni zawjiha reebida nabiga uu reebay in haweeneedu guriga ninkeeda ay wax ka bixiso iyo bayna qawlihi sallallahu alayhi wasallam وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطر هذا بين صمر ولا بحديث مر النبي وحي لي هاوين ايدو قريا نين كيدا شلين كما بحين كرتو إذن لأنتيس حديث كي هادا صمر إنه حاوحي هاوين ايدو بحيسو أو قريا نين كيدا يكا بحيسو يسوغن أغين نين كي وحي يالانا يا وحي بحيسي أجري نسكيس سيلا سوافة يا هو وركاس واحد لبدا حديث الاسكوا فجين وبحسب الزوج كل بنك سدو ياهي فان كان يوافق حدون نينك يا ميد وافقسن او وتعلم يدن اي اوغتاهي ان من عادته وخلقه دبعيس يا دقنكيس ان اي كميد تهي الموافقه اسكوا وافقدي ييلد ولو لم يحصل منه امر يوسن بامر حقيس كيمان انه سنو غلانين به فلها نصف اجره وحي بحسي أجري هذا نسكي سيبه هواين يدو لهذا وقرما وامرك هواين يدو هيسطو أمر عام إذن عام هيسطا ورهيب لو والله مساكين باميش اسكسو استاكتا مرمر قرابة ايتي مادا المرعي الاسكول با قرقي مادا اسكسين كرا عن شيرا دا ير ايو لبدا بقول تاكسي قرر عيان ايو حيالها كورن كسو حدب مالي مالك يدام بي شنبقل قتاكتي شنبقل بالاسكوغا شنبقل بيل باولاسكو سياي ya marka waxa saas oo kale laga hadlaya si guud gabadhu inay 400 shilin iyo kontanki iyo carud siiso wal iskooga dariski iyo asxaabta laakiin 500 xoogow waa wixii deebil ninku bixin jiray ama 1000 shilin dhaw intaas oo kale markay bixiso ayay nus ajliyo kuleedahay saas la isku waafajinaya ala an taku ala alla takuna mufsidatan laakiin shardu waa inay sanahayn haween mid mufsidad ah أي مصرفة في التصدق وحبيحين تمد يعني كو تصرف إيسا كو إيسا شو كو عيار إيسا دادين إيسا كما سيدا في الرواية الأخرى الرواية كلا كسوغا نبي قوي يري إلا بيدين زوجها واديدي وإن كان يمنعها هدويا أنكم مد ديدي أو تعلم إيدنا يكتها وين إيدو أنه يغضب إنو ننكو عرانيا لذلك أرنكا إنو حوغو ننك عن أدقي هدية أكتها وحبيحين تانتعلين فهذه ليس لها أجر أوين ذا وحي بعيسى أجركم لي بل آثمة ويكون بابيسا أضيق هدو إلى هذا ما بحي عيارك وحسن مايا ويا هندن بي وسوق حمد شرتاء طولر كيبا كعي أضيق واسكحة ناقصية موقداي ويحو كوري طبنش المبعين كرتيد وانا اسكدي سمركا عارت وانا ترى هذا وعوي اسكتا اسكتا أما واحد يقول هذا ناسيس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل مركي لويديه وحديث موقوفة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها أوين يدو قل أنين كيدو وحما كسد غيسان وحما كبحن قالوا حلي الله مي إلا من قوتها وحيدة بيل كاللوسية معها والأجر حد بينهما حتى بيل كيدو وحي كبحي سنة أجر يسا وذليهم بي ولا يحل لها حلال وما أن تصدق مما لزوجها إلا بإذن بيل كذي وحن كذا أسيء وحوي كبحين كرتا وحاي كبحي سينا أجري وبدلين بابوريدي لكن وحو صنسين ووحي قريا ننكيا ليا وحبك ما صدقي سنكرت إذن لا أنت ساش أبوريدي وهذا وركن لا يخالف مخلاف سنة وركن أبوريدي مما ما تقدم وحي صهر مري يعني نو سو شغني سيسو خلاف سنيد يحمل على التاويل الاول معناها هوري اي ابو هريره وركيسا الا من قوتها وحا لو خنباريا ان سمح لها حدونكو غلادو او من عادته اما دقنكيسو سدا بهي فلا هل اجر دي اجر مركا لهدا ابو هريره وركا ويري ان مركي لو ديها وين وحمل بخي كرتا ويري ماي الا من قوتها فلا هل اجر والاجر بينهما iyo warkan soo sheegnay bu sheekhu oo aha waa inuu ninku ogol yahay ama ay ogtahay inuu raali ka isma diidayaan oo warka Abu Hurayra qaybta ruuxan ku xumbaareyna oo haduu ninku u ogolaado ama min caadatii ay tahay inuu ogol yahay falaal ajir markaas
hadii uusan ogolayn wa mid abu reera hadalka dambe wuxuu yiri waxaan ku xumbaarinaa wa in kana la yasmahu wa yaghdabu lidhalika fala yajuz la marka warkan anigu sheegay sheekhu leey iyo warkan abu reer isma diidaya oo anigu markaan leeyahay haday islaantu ninkeeda ka dareemayso dhaqan ahaan iyo gobnima ahaan waxaan ogol yahay oo wixii bixiso ajri bay ku wada leeyihiin qaybta hore hadalka abu hurayra illa min quti wa ajru baynahuma bis wafasin qaybta dambeen irib sheekhu leeyahay haday san haweenidu ka dareensaneen ninkeeda inuu waxan ogol yahay ogalayn ama uu xoogo diidan yahay ama uu kasbu diidan yahay waxyiga ma bixin kartid aan iri ajrina kumara weynu ku dambaabina hadalka dambe abu hurayra uu yiri illa bi idni zawjiha yes wafasin markiisa wuxuu u dagaalamayaa warkii warka abu hurayra isma diidayaan intaan buulay aw ama san yuhmal waxa lagu xumbaaraya annahyu nahyi waxa lagu xumbaari ala mufsidati limali zawjiha mid ku ciyaareysa fasaadinaysa xoolaha ninkeeda faslun ma jaa wixii ku yimid fi haqqi zawjati haweeneyda xaqa ay leedahay ninka ay ku leedahay iyo wa fadli mudiicati gabadha yaani isoo sheegay mudiicada ninkeeda warkiisa maqasha fadli geeleed maanta dhan waxa laga soo hadlay ninka xaqiisi gabadha xaqeeda iska dhigaysaa si fiican loo dhigayso liba عن حكيم بن معاوية القشيري رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت وحر يا رسول الله رسولك يا الله ما حق زوجة أحدنا مدك يقع حاس كيسة حق محويه عليه سقى كل هذا بل يشك قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعمها والتفات بكتر أصل واحد لي هذا أن يطعمها أما أن يطعمه أساسه التفات يعني هذا الكسيد السعودي متكيجة حاس كيس وحق كل هذا وامحي وحيد اللي هذا وأن يطعم أساسه كله مركني هذا الذي غيب على هذا يقف مقام موتة النبي يسقي بتوصل هذا اللي مرك حق يقول هذا وحوي أن تطعمها إن تقودي صو إذا قرتي طعمتها هذا هو حنا يصوت قودني صو وتكسو وانتك ان تكسوها وان اد درخيرتو اذا تسيت مركاد ادو لبستو درخيرتو او تكسبت اما اد هيشو او كو سورا غشو يعني ما دهين مركي هوره لكن مركاسي هيبه يي دخال يي وبا كو سو دحاي وان اد وخا سيسو ودر او خيدو ولا تضرب حجراعين انت انن هلكا غارين ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها وان تكسوها دعفوا تكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت حضرك علماء حيد هذه الشرط يا اما قيدك حاويني دا وان اد قوديس مركا قودانيس وان اد روحي دا مركا اد دار خيرانيس قيدك مركا اد قودانيس مركا دار خيرانيس وحيد علماء واخرج مخرج الغالب شرط ما شرطي سي واخرج مخرج الغالب وايغا دقن وحيله هين inay wax iska cunaan haasaskooda baahan arabti hore ninku wuxuu dhaqan u lahayn siduu rabo labiisto iyadoo laga yaab islaantu inay arridan tahay nabigu markuu xuleeyahay sida naftiina uga fikiraysa waxa uu xuleeynaa u xiraa weenka laakiin asal culimadu waxay dhahayn cun ama ha cunin xira ama xiranin gabadhu waxay cunto iyo waxay xirato waa biil xaq waajib ku leh adu hada hata dharra farfan aad qaadanayso maalina qadi maalna cunno xoogo taayad iyo iska ridayso ma gabadhan ma kula galeysa badas waxaad aanu waxba cun maanta sawu cunaysa maya biire kuula marka adu wax cunaa ma cunin iyo mar walba wax cunta siiso wax xiratan ma siiso laakiin hadalka nabigu leey marka qoodota adu wax siiyada marka wax xiratan iyada xuxid waa dhaqankoodi marka waa qayd aan yaani kharaja makhraj alghalib نبي حلو ولا تضرب هجراعن حاسك هجا الوجه وجهك هجراعن ولا تقبح حضر كناها كحمينن ولا تهجر هناك فوجانن وكديرانن إلا في البيت جوري قد حدي سمان هذا سكون عروتان وحناقضنا في رق انت ترى جوري كبح النبي حلو جوري مال كم مسك سيحه جوش يدوم كتك قال أبو داود حلو ولا تقبح وحلا جودا أبو داود وصاحب السنن حديث كأنسل الشيخ صوصاري وأن تقول إن تراده قبره كتراده قبحك الله وأنا كتراده الله وجهك الله كهجبي سو ما نسمع مدرن
wajigu ka gubay saas oo kale waan an marka gabadha inta xaq u leedahay fiiri ko waa inaad biilkeeda siiso Nabiga sallallahu alayhi wasallam labo waa inaadan gacan qaad xunna u gacan qaadin wala tadrib wajha culimadu waxay dhahayn asalka quraanka waafaqsan tahay oo ah hadii gabadhu uu qalooc galo ama naashisa tahay ama diin xumay ku jirto in la garaaci karo laakiin darban ghayra mubarrihin garaacan aan gabadha lafna ka jibinaynin wajigeedana gaareynin barar iyo dhibaatana u geysanin walaalahan marka reegalbeedka laga keenay gabadha in la garaac asal de sharci wax sharciye anaga naamra gabadha inaan garaacno horta bal been dal sheegay fiiraadi anagu sharci una maamra gabadha inaan garaacno ee sharci wuxuu ka dhigay cilaaj wuxuu yiri ilmahaaga sidaad u edbin karto haddii xaaskaaga qalooceedo af iyo adin aad ku toosin weeydo wacdi iyo waano markaasii wax ulwaad u qaadan kartaa dhimana laakiin yuu waxa ka dhigayaan diinta islaamka kuna amartay gabdhaha in gigta laga geliyo feer laga daalo ya saasay ka dhigayaan yuu markii tv-yada ka hadlayaan beentoodu waa walaa tuqabixna nabigu waa midan eray xunaa ku dhihin habaarin hacaayin waxba u geysan waka gurigana ugu hijroonno gabadha hadaas ku carootaan intaad kabahaagi iyo shaarkaaga la boodid ha ku dhicin bikibiki iyo gaari oo hoteel aadine fadhiga seexo carruurta dhex seexadaa rabto عن أبي أذينة الصدفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم نبو حولي دمر كينا كوا وفي عن والودود كوا سوچيد الشد بضم اي رقو ذاك القعيل كوا أبورا الولود اي دلمد بضم وهذه لو قدري المواتية اي رقو ذا وركو ذا دقيستيالة المواسية اي هانتي دورك اه waa goorma markay khayrka yeelanayaan ida taqina allah ibn ibrahim ilaay ka baqan halka ku faantay intaba haday haweenid leedahay daacad ilaay ku xuntahay waa zero nothing hukumti warkii wa sharru nisaaikum dumarkina kuwa ugu shar badan wa al mutabarrijatu kuwa quruxdooda muujiya ay ajaanibta quruxdooda muujiya al mutakhayilatu isla weyn sanka saa u taagaye ninkooda warka maqlaynin xaq loo sheegan dhigaysanaynin nabiga tarbiyadu si aan qaadanaynin quraanka wargiisan yeelaynin nabigu xili wa hunna kuwasi al munafiqatu wa kuwa urka gaalada la yadkhulu al jannata jannada gali maayo minhunna kuwa xaala uu kamid yahay illa mithlu al ghurabi al a'sami illa tukihi lugaha asa qadarkiisa wax dhan maahane cidna kuwa jannada gali maayo oo tukuhu tuka madawna waa tif waa la arkaa mid cadna waa la arkay dhan culimad laakiin tukaha lugaha gududan iyo afkan hore min qaarka loo yaqaan cas labadaas waxay yiraahdeen in la arkay waan kunkiiba hal dhif iyo naadir markii nabii wuxuu yiri sida tukaha in la arkay dhif iyo naadir tayaan kuwa jannada lagu arkay dhif iyo naadir waa dumarka noocaas ay idabta daran fasrun fadlu ihsani lil banati gabdhaha oo ihsaan loo sameeyo fadliga leedahay gabdhaha yar yar waa anan sunaaka radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nabigu xuri man qofki caala biila jariyatayn laba gabdhoodo yar yar hatta yabluga ilaika qan gaaran jaa wa yimada yawm alqiyamati marinta qiyam ana anigi iyo wa huwa he riwaayada kana cadeynaysa ka haatayni annagu sidaas ku nabigu sallallahu alayhi wasallam وضم النبي هو اسكو دمي اصابعه فريسه اصابعنا روايده كلا عادينيسو نبي هو اسكو دمي وحيد فرتيسن لو يقانو سبابدا يا الوسطى فردحدي ميدن كو دغن ايو نبي سو اسكو دجي وخيري اني ساي جنده سدا سانه درس بان كنا والا با غبدود يرير ان عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد قف مجرو اون من امتي ومديدا كميدا كاسو يعول بيليا او كرينيا ثلاثه بنات صدح قبضوت اسوغو هان دالو حلا نولادين حلا ربيبات هان نوقدين حاسكيسو هان غودتو نوعيدونا كوسو غالين او امس ثلاثه اخوات صدح قبضودو ولالدي او اسغلا دش او فيحسن اليهن اسما فليا الا حدو سدا يلو كن له وحي اهانيان gabdhahaasi si tiran xijaab ay uga ahaanayaan min annar cadaafka oo ma diin ka fiican baa la helayaa islaamka diinta gabadha iyadoo yarna xaq siisay iyadoo walaal xaq siisay iyadoo haas xaq siisay iyadoo hooyo xaq siisay iyadoo habaryar xaq siisay iyadoo daa xaq siisay
iyadoo xaas xaq siisay haweenka maxaa ka tagay soo inaa online ya xaliga ma tagay ah iyadoo dhalanin iyadoo dhalatay iyadoo hooya iyadoo gabadha iyadoo yar iyadoo weyn xaqaas raga wala ma siinin bee diinta nooca gabdhaha ilaalisay cirka geysay boonboonisay ayaa la leeyahay gabdhaha xuquuqul mar'a xuquuqul mar'a tv-yada lala fadhiya nimanba galbeedka biil kaga qaata xuquuqul mar'a xuquuqul mar'a oo ma gabdhahan cadaanka ahee masalan iyagu haystaan haddaan gabdhahena barbar dhigno ma xuquuq bay leeyihin gabdhahooda horta adduunka kufsiga ugu badan meesha ka dhaca waa meelahooda soo moogidiin ya kufsiga ugu badan adduunka iyo tacadiga jinsiga ee dumarka lagu xadgudbo meeshuu ka dhaco afrika maaha eeshiya maaha maaha iisoo sheeg meeshuu ka dhaco waa garbi waa jurbi america waa ya runta laysu sheegaa la ramoogta labada waa okay gabdhaha meesha taxarushka lagu sameeyo lix jir saddex jir la kufsanayo maxkamad la keenayo okay xuquuqdooda lagu tunto ka waran war dumar meesha ugu sareysa ma taqaana soo hooyo maaha hooyo intii la qaado xanaanaha maamooyinka la geynayo la iloobayo minaga naqaana mise yaa yaqaana yaa yaqaana iyaga yaqaana okay gabadh laamiga intii layska qabsado waan ku jeclay waan ku jeclay ladho guri layska geysta meher lahay cid loo raacan jirin wixii la rabo laga sameey minaga naqaana mise yaa yaqaana iyaga yaqaana ya meherkay bixinayaan maxay tahay maba yaqaanaani meherna ma bixiyaan u fiirso markii isguursanayaanna gabadha guriga way wada dhigtaan cuntada way wada karsadaan annaga hadda gabadha nafaqaan siinaa soo ma gabdhahan guriga iska cilaaman iska qabow hooskaa iskaga jira hadda hadday u baahatay inay meeshay rabto aado adaa lagaa rabaa tikidkii iyo weliba sahaydeed iyagu waxaas ma jiro biilka way isla bixiyaan hadday isoo sheegay bannaan loo baxayo dalxiis la aadayo waa la isla bixiyaa xuquuq ma jirto tii yarayna waa kufsatay oo iyadaana waxaad bannaan baad ku tuurtay tii waxaa weeye khayrka ahaydna waxaa weeye sidaasaad u baadishay markaas aniga rabtaa inaad ibarto ood buwaagii igu soo qoraysaa ood iskuullada igu dhigaysaa xuquuqul mar'a xuquuqul mar'a war waxba kama jira waxaas muhiimadda waxaa weeye walan tardaa canka alyahuudu waannasaara xataa tattabica millatahum gaala noqdo un weeye bas muhiimadda waa intaas wallahi xaaji waa runti haye 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 gabdhaha si u baadireen ma taqaanaa shaambada soomaaliya lagu qabista yarta iyo waxyaalaha yarka la gado gabadh qaban bay ku xaysiiyaan inagu gabadh ogol ma jirtaa soomaalida afrikaanka ka soo qaad sawirkeeda in lagu xaysiiyo kambani iyadoo qaawan way biskala wintahay bay xukulada maanigaad igu suuq galaysaa waryaa kuwani shaambada yarta ee labada tanka shin la siiyay oomada yar gabadh qaawan baa ugu dhejisan markaas waxay ku leeyihiin gabdhaha xuquuqdoodaan ka hadlayna wallahi wax dee runta u sheegun bay la-ayiine waa waxba meesha kuma hayaan waxaasaa gabdhihii markay galbeedka tageen iyo iskuullada kuwan ka soo baxaytay diin garanayn iyay la wada cuqdadaysiin oo laleeyay nebi maxamed xuquuq idin ma siin nebi maxamed xuquuq idin ma siin sal alla slam oo kuwii gabdhaha duugi jiray ay ahaayeen ma muslimiin baan mise gaalay ahayen alkufru millatun waaxida ilmaadareed baa iyagii walaalaha hayn anagu baanaysa quninba annagu waxaan ku abtirsanaa nebigii yidhi wa ida almawuudatu su-ilad lagu soo dejiyey soo ma iyaguna waxay ku abtirsadaan abuu jahal kii yidhi gabdhaha la xabaaro iyagu noolnool marka xageen maray qolyaha reer galbeedka anu aad baan ya haa waka jazaaka allahu khayr saxu fadlu sacyi ku daraa kana iskaga dara bismillah halkaa iska joog insha allah wallahu aclam.